وده بيحصل في كل بيوتنا للأمان. الموز لما بيتغير لونه بالشكل ده كده الأطفال مش برضو ياكلوه، وده بيحصل عنده في كل البيوت للأمانة، مع إن الموز لما بيوصل للشكل ده بيحلو أكتر، بيبقى طري. أنا بحبه كده بصراحة، أستخدمه في حاجات كتيرة بقى، حشوة كنافة، أعمله مقلي كريسبي، أدخله في قطايف، أحشيه، أدخله في طبق فروت سلاط، في مهلبية، يتعمل لقمة القاضي. الموز ده يتهرس مع عجينة لقمة القاضي الزلابية ويتعمل لقمة القاضي، ويتشوي يتعمل بسكويت، بسكويت بالموز زي ما احنا عايزين. هو وصل لمرحلة جميلة جدا دلوقتي، مرحلة السوى الجملة الحلوة دي، الموزية لما بتتغير. وفي موز مشهور في اسكندرية بشوفه دايما لما بروح اسكندرية، الموز ابو نقطة اللي هي فكهاني في اسكندرية، كان لما بنزل عنده بجيبه. ده كمان ده رهيب، الموز البلدي بتاعنا، سيبك من المستورد ده، ما بحبوش انا، خلينا في البلدي، والبلدي يوكل بتاعنا. موز انا ههرسه كده، تنزل حبة الموز تهرس بسهولة ازاي؟ على طول، بس تشم ريحة الشوكة على طول تنزل تحت منها، ده مستوي. فاحنا نفهم ولادنا ان الموز القشرة بتاعته لما بتتغير معناته انه بينادي لك، بيقول لك انا مستوي تعالى كني. هو ده الشكل ده كده اهو، شفتي؟ بعمل دلوقتي صينية كنافة بالموز، ومعايا مهلبية او قشطة كدابة. يعني قشطة كده، في قشطة كدابة، قشطة واخدة حليب، واخد نشا، واخد سكر، واخد فانيليا، صنع ايديا وحياة عينيا، وغيرته على النار بالشكل ده كده. شفت الموز؟ قبل لونه ما يسود على طول تنزلي بالايه؟ بالمهلبية بتاعتنا الجميلة الحلوة اهي. والمقادير على الشاشة بتتكلم عن نفسها، ادي الموز مع المهلبية، ده لوحده طبق، حط عليه شوية فستق كده وفي قلب التلاجة طالعين داخلين، تاخد منه معلقتين، ويا سلام لو حطيت عليه شوية عسل زهرة البرسيم. سيبك من اللي يقول لك حضرامي وعسل الكيلو ب1000 جنيه وب2000 جنيه، كل ده انا ماليش فيه. انا عندي زهرة البرسيم بتاع ارضنا وبتاع خير مزارعنا والمناحل بتاعتنا في كل الاماكن، ده بالدنيا كلها للامانة يعني. شفت الخلطة ديت؟ دي ولا القشطة البلدي بالله عليكم؟ يعني انا لو عندي قشطة بلدي ده ولا القشطة؟ دي عناصر غذائية، بوتاسيوم، حليب، كالسيوم، معادن، كل حاجة موجودة. عايز اعمل دلوقتي الكنافة دي، هاخد الخلطة اللي انا عملتها، عبارة عن موز، مهلبية، واخدة طعم الفانيليا، ممكن تحط حبهان فيها لو عايزاها بطعم الحبهان، مطبخ العربي الجميل، ممكن تحط قرفة، الاختيار ليك انت وقرار قرارك. انا هحط لها شوية فستق وحلبي دلوقتي مع بعض، ونحط الطبقتين فوق بعض. طب عملت الطبقتين دول ازاي يا مغازي؟ بتجيب الكنافة العادية بتاعتها، وتجيب صينيتين قد بعض تقريبا، وتسمنيها، تحط عليها سمنة بلدي. وبعد ما تحط عليها السمنة البلدي يا اختي يا عمتي يا خالتي، تحط في الصينيتين دول كده وتدخلهم الفرن، ما تجيش جنبهم، هيدوك الشكل الدائري ده كده، دي اسمها عثمانية. ناخد الخلطة دي كده، ميزة الكنافة دي الشربات بيتقدم جنبها، أو العسل يعني بيتقدم جنبها، عاملة زي الكنافة بالجبنة، لما روح تشتريها من عند الراجل بيديكي كده علبة فيها شربات. هي دي بالظبط اهي. حلو؟ والله انا لو هاكلها من غير شربات زي ما هي كده اكتفي بالكنافه واكتفي بالكريمه الحلوه دي والموز بداخلها. خلي شويه ازين بيهم الكنافه من فوق عشان الضيوف يعرفوا ان دي كنافه بالموز، اختراع المغازي. حلو الكلام؟ زي الفل. اشيل اعمل ايه بقى؟ وانا واقف كده اخد القالب ده كده احطه هنا كده، اللهم صل على النبي. الصوره حلوه معانا كده يا شباب؟ زي الفل. اشيل دي من هنا؟ حاضر يا فندم، حاضر. اسمع الكلام، اعمل ايه؟ ما انا عايز الصوره تطلع حلو. حلو زي الفل. دي العثمانية. ناخد الكريمه اللي باقيه عندي ونحطها كده بالشكل ده كده عشان حبايبنا وضيوفنا يعرفوا ان احنا عاملين عثمانية بالشكل ده كده. الله. ونزين الشكل الحلو ده كده بفستق حلبي، اللهم صل على النبي. حاجه لطيفه ما كلفتنيش ثلاثه تعريف، كنافه في كل حاره، في كل بيت، وفي كل شارع. شايفين الجمال ده؟ وادي العثمانيه بتاعتي خلصت خلاص. اهم حاجه انك تعملي صدرين كنافه زي اللي انا عملتهم دول، صينيتين متشابهين شكل بعض بالشكل والطول والدائره. حلو الكلام. قطر تقريبا 30 سم 25 سم، وتاخديهم يا ست الكل تحط فيهم الكنافه وتدخلهم في الفرن مع سمنه بلدي، هيطلع معاكي احلى عثمانية. حلو الكلام.